اليوم ال15 من رمضان، كل سنة وانتم طيبين. بدأنا مع بعض بسموذي الدوم، ودلوقتي جينا للحلويات وعملنا هنعمل مع بعض ايه بقى؟ شكل بلح الشام بتكنيكو. عشان نعمل بلح الشام يا لميس، هنحط كوبايتين ونص ميه على النار يسخنوا كده. هي عجينه بلح الشام اللي هي الشو اسمها البتا شو حاجه، عجينه البتا شو حاجه اللي هي عجينه الشو والاكلير والجاري بريست والسنت هنا، الحاجات كتير بتطلع من العجينه دي. هو كمان لا 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 طيب. دي عجينه بلح الشام قريبه للتكنيك بتاع عجينه البتا شو، بس مش البتا شو، لان البتا شو بتعمل بالزبده وده بتعمل بالدقيق. البتا شو بتاخد 3 اربع كوبايه من الدقيق، ودي بتاخد كوبايتين كبار ونص من الدقيق. تمام، تعالي نعمل اول حاجه ايه. ميه كوبايتين ونص من الميه تسخن على النار، معلقه سكر، معلقه صغيره من الملح، واروح ايه مقلبهم مع بعض. وبعد كده احط كوبايه زيت ذره، مش كوبايه زبده زي البتا شو، خدي بالك من دي. ويبدا يغلوا مع بعض الميه والسكر والملح والزيت. عندي كوبايتين ونص من الدقيق، سبحان الله كثافة. اهم حاجة تغلي، اول ما تغلي هنروح ايه، لان انت عارفة لو انت عملت بالزبدة في بلح الشام ايه اللي هيحصل؟ هيبقى طري، هيبقى سوفت. فالزيت احسن عشان يبقى بالظبط. حلو قوي. انت مش واخدة بالك البريفترول اللي هو بيطلع من عجينة البتا شو بيبقى طري، اللي هو شبه الاكلير اللي هو الصغير الكويرات ده، البريفترول شكل البريفترول. هو بيطلع من عجينة البتا شو زي ما انت شايفة كده، كله غلي، اروح منزلة الدقيق كلها مرة واحدة. ماشي، نفس الحزام. خدي بالك من التكنيك بقى يا لميس، هتبدا العجينه تلم معاكي يعني بتستوي، يعني البتا شو نفس التكنيك ده فيها، نفس التكنيك بس مش نفس المقادير ومش نفس المنتج بالظبط كده. تعالى بقى بص، بدا الشيء يلزق فين؟ في الحله. في الحله يلم على بعض، اهم حاجه دي ما يلزقش في الحله، وتقلبي فيه كده لمده ايه؟ 3 4 دقايق مش اكتر من كده، يبدا يلم اهو. وما بيتكلكعش منه، ما بيتكلكعش ولا اي حاجه من دي خالص. حلو قوي. عايز دي؟ لا تمام كده. اروح جاي واخداهم، ما عنديش عجان يا لميس، افردهم على الرخامه لحد ما يبردوا، لكن لو عندي عجان احط فيه كده العجينه وهي سخنه. وهي سخنه بصي بقى اعمل ايه. حلو قوي سؤال، وهي سخنه دي اروح مشغله العجان بتاعي. شغال العجان. هنا اللي هنحط عليه البيض عادي يا شاف، وهو سخن مش كده؟ لا، البيض بعد ما يطلع البخار منه شغلي يعني ابردها كده بالعجان. البيض هنا عندي هنا 6 بيضات كاملين. 6 بيضات كاملين، احط لهم شويه فانيليا، احط لهم شويه فانيليا، 6 بيضات كاملين احط لهم شويه فانيليا. بص هطلع البخار اول حاجه يا لميس. بيطلع. لو انا حطيت البيض وهو سخن هيعمل خرز، بيطلع بخار، لازم البخار يطلع كده عشان العجينه تبرد. اجهز الكيس بتاعي اعبي فيه ببلبله ساده العجينه، بلبله ساده او ببلبله مشرشره، بس الاول بعد ما طلع البخار كده منه انزل البيض بتاعي بيضه بيضه مع الخفق علشان ما يستويش ما يخرس. واحده واحده زي ما انت شايفه كده مع بعض. العجينه تبدا تسمغ مع بعض. اهم حاجه سنه الفانيليا اللي انت حطيتها فين مع البيض. العجينه بدات عندي تتسمغ، اروح معبيها في الكيس اهو يا حسني بالبلبله بالمقاس بقى. تقدري تعملي، عايزه تعملي ميني زي المشط كده، اعملي ميني اعملي ميني او ميديوم او لارج. حلو، 3 مقاسات. انا بحب الميني ده، بيبقى حلو قوي. جميل جدا. بس هي بلح الشام الكبير حلو لانه ممكن نحشيه بالظبط. انا هشيلك دلوقتي. طيب حلو. بص هنا كده خلاص، خدت عبيته في الكيس. اهم حاجه يا لميس التكنيك، زيت بارد تحطي في ايدك كده، وتروحي جايه لابسه ايديكي بالزيت كده اهو، وتقطعي العجينه بتاعتك بالشكل ده جوه الزيت على طول. جوه الزيت بارد بارد. دي جديده دي. اول ما هيحس بالحراره، اول ما يحس بالحراره هيطير لفوق، هيرفع فوق اهو زي المنظر ده. بالظبط يعني اهو، ادي هنا اهو ثابت تحت. اول ما يحس بالحراره يبدا يعوم. نكون يا لميس مجهزين له ايه؟ شربات تقيل بارد يا لميس، مقادير الشربات تقيل بارد 2 سكر، كوبايه ميه، ورشه ملح ليمون، ومهم جدا معلقه عسل جلوكوز مع بلح الشام عشان يبقى شايني.